بينما تتواصل إجراءات مكافحة الفساد في نينوى تتركز أغلب القضايا على تهم الرشا. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وثقها مراسلنا في المحافظة عمر القاسم. تستمر عمليات إلقاء القبض على فاسدين في دوائر نينوى الحكومية من قبل هيئة النزاهة. تهم الرشاوى بالجرم المشهود هي الأكثر شيوعاً بين العمليات. مراقبون يؤكدون بأن الفساد أفقد قيمة العمل المؤسساتي داخل المحافظة، ولا سيما بأن أصحابه باتوا متمرسين بدرجة احترافية. هذا الفساد طبعا أفقد العمل المؤسساتي في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بالذات، ولكن نحن لا ننسى ودائما نقول أن هنالك جهد حكومي وجهد رقابي، وخاصة هيئة النزاهة اليوم تعمل بجدية لضبط الفاسدين واستقدامهم أو اعتقال الفاسدين نتيجة إثبات جرائم بالجرم المشهود. لا يقتصر الأمر على الفساد المالي هنا في نينوى، تقول الحكومة المحلية بأن هنالك فسادا إداريا تحاول القضاء عليه بالمشاركة مع الجهات المعنية. الحكومة دعت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبه بها في الدوائر الخدمية. مو فقط هيئة النزاهة، كل شريف وكل إنسان وطني يفترض به أنه يعمل على هذا الشيء، ومساعدة دائرة التحقيقات في نينوى ومساعدة هيئة النزاهة لإلقاء القبض على الفاسدين. أنا شخصيا ما أشوف أنه الفساد فقط هو يكون فساد مالي، لا، حتى الإداري يفترض أنه يحاسب حتى صاحب الفساد الإداري. أتمنى أنه ما نقول 100% أنه نخلص من الفساد، لأنه في كل بلدان العالم موجود الفساد إذا كان مالي وإذا كان إداري. أتمنى أنه نصل إلى مرحلة 90% أنه قضينا على الفساد اللي موجود. وألقت هيئة النزاهة مؤخرا على 5 موظفين في مديريتي ماء نينوى وبلدية الموصل بتهم مختلفة، إحداها قبض رشوة بمبلغ 1.25 مليون دينار بعد تلاعبه بأجور جباية الماء لإحدى محال غسل السيارات. من الموصل عمر القاسم، الرابعة.